ميكرو فريد على قناة أنثى سبريس. كما العادة كل إعادة فائفة دخرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا الناس بأن 2022 غنقولوا لها باي باي، ولكن شنو هي الحاجة اللي دوزتوا فيها زوينة والحاجة اللي دوزتوها خايبة؟ إلا بغيتوا تعرفوا أجيو معايا. الحاجة اللي زوينة هي الفوز المنتخب المغربي، ويعني ومعمر يعني معمر شي يعني فرقة في إفريقيا وصلت لهذا الدومي فينا. الدومي فينا يعني كانت هذه بادرة طيبة مزيانة كانت عند المغاربة يعني نشطوا بها. هذه كانت عندك فرحة في 2022. والحاجة اللي كعاتك في 2022؟ الحاجة اللي كعاتني هي بحال اليوم يعني ربح المنتخب ولا غدا زادوا الدرهم في الحليب. يعني طلعت لك الدم. لا يعني الزيادة كاينة هذا العام بزاف، كاين الزيادة في البترول اللي كانت يعني طلعت بواحد 3 دراهم في الليترو، زادوا في الحليب زادوا في الزيت. يعني شكون اللي كيستهلك هذا الشيء؟ راه المواطن البسيط. اما دوك الناس اللي لاباس عليهم راه ما كيمشيش يتقدى، ما كيمشيش هو اصلا للسوق باش يعرف الزيت شحال دايره، كيصيفط الشيفور ديالو كيجيب ليه داك الشيء. اما المواطن المسكين اللي كيولي يشري يطرو ديال الزيت ب 25 درهم هو كيصور 50 درهم عنده جوج ولاد، راه انتحار هذا. حاجه اللي دوزت زوينه في 2022 هو ذاك المونديال اللي شفنا من عند الرجال تبارك الله اللي فرحونا. هو الصديق طلع انا معاه في واحد المدرسه تبارك الله، طلع احسن من شي واحدين عرفناهم الاف السنين. طلع راجل، طلع بكل تواضع الصديق ديالي كيغرب معايا طلع راجل. وانت الحاجه اللي دوزت الحاجه اللي دوزتها في 2022 زوينه؟ حاجه زوينه في 2022 وما عرفنا هاد الناس الزوينين كيقراو معانا. والحاجه اللي دوزتها خايبه؟ حاجه اللي خايبه واش تقصينا قدام فرنسا كنا ندوزو نتاهلو الرب. هذه الحاجه خايبه. هذه حاجه كمراد لاباس ناش الحمد لله كراس اديو. قول لي 2022 قريبة تقول لنا باي باي. إيه. الحاجة اللي دوزتيها فيها زوينة. كل شيء زوين الحمد لله. كل شيء دوزتيه زوين. كل شيء زوين الحمد لله. ما كاينش شي حاجة خايبة. لا ما كاينش خايبة. والو كاع أشوفو كان. أنا كنتعاون في الهنا. أنا كنبغي الهنا ونتعاون فيه. أنت كتعاون في الهنا وكت. كنقلب على الهنا. على الهنا. بكل تواضع. أي حاجة. واخا نصبر في حقي. المهم أنت كتقلب على الهنا. على الهنا. نتعاونوا فيها. إذا دوزتي 2022 هانية ديما بخير الحمد لله. تحياتي كمرات بونجورنو. دوز زوينة هي لا كومينيكاسيون بيني وبين عمدة مدينة الدار البيضاء. أحسن حاجة تكون عندك تواصل مع واحد السيدة عندها سلطة في مدينة الدار البيضاء وتطلب شي حاجة وكتحققها لك كتخليك ديما فرحان. هذه أحسن حاجة عندي. فرحاتك فرحاتني 2022 بوحدها. هذيك راه المغرب كله فرحان، أنا فرحان معهم والحمد لله. رفعوا لنا ريوسنا قدام العديان. والحاجه اللي كعاتك في 2022 راه خبزه صغيره ولات ب 40 ريال ولي فراسك الحاجه الواعره. دابا مشيت نشري الحليب ويقول لي 4 درهم وتصدمت صاحبي. تلاقينا مع الكره جينا لقينا الحليب زاد بكل تواضع بكل تواضع. هذه تحياتي واحترامات.